يا هلا والله بالحبايب، معكم احمد ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده باذن الله هحمل قدامكم لعبه، واللعبه دي هشتغل عليها قدامكم وهسحب منها، والسحب هيوصلني في نفس الوقت. يعني نقدر نقول بنسبه 1000000% كل اللي هيشاهد الفيديو ده من اول دقيقه لاخر دقيقه كله هيسحب من لعبه النهارده. فمش عاوز اطول عليكم المقدمه اكتر من كده، بتمنى كل الناس تتابع الفيديو للنهايه عشان تستفادوا، وبتمنى كل الناس تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الشرح على بركه الله. طبعا هنحتاج اللعبه ديت، ان شاء الله هسيب لك لينك تحميل اللعبه موجود في وصف الفيديو. بعد ما تحمل اللعبه ما تدخلش عليها، هتبدا اللي انت تشغل في بي ان عادي، بقى تشغل في بي ان مجاني، في بي ان مدفوع، ما فيش اي مشكله. المهم انا مشغل في بي ان مجاني، وزي ما انتم شايفين لسه محمل اللعبه ولسه ما دخلت لهاش. فهنبدأ بقى ونقول بسم الله ونبدأ نشغل اللعبة قدام حضراتكم. وزي ما حضراتكم شايفين هنا اللعبة فتحت معايا بدون اي مشاكل، طبعا انا وطيت بس الموسيقى عشان الصوت يكون ظاهر. المهم هنا اول ما تدخل هتلاقي كل حاجة فاضية زي ما انتم شايفين. هبدأ طبعا اشرح لكم كل حاجة بالتفصيل، ولكن تابعوا معايا الفيديو للنهاية. اول حاجة هنضغط على كلمة بلاي. طبعا الموضوع سهل وبسيط، كل اللي عليك انك هتبدأ اللي انت تجمع الجواهر ديت. انا هبدا العب قدام قوت، ولاحظوا معايا بقى هنا بقول ليه، هنا بقول لي شاهد فيديو واحصل على المبلغ ده. طبعا المبلغ ده بسيط جدا جدا، ولكن لما تشاهد فيديو هيبدا يضاعف لك المبلغ. فانا هضغط هنا هيبدا يشغل لي فيديو زي ما حضراتكم شايفين. انا هشاهد الفيديو بسرعه وارجع لكم. وزي ما حضراتكم شايفين الفيديو خلص، فهنبدا اللي احنا نخرج منه، ومباشره هيبدا يضيف لي المبلغ ده لرصيد حسابي. لاحظوا معايا بدا يضيف لي المبلغ. المهم هتبدا اللي انت تكمل الجيم ده للاخر. زي ما انتم شايفين هنا الجيم خلاص، هنا زي ما انتم شايفين بقول لي احصل على 12 قطعه معدنيه. طبعا لما بتجمع القطعه ديت بتبدا اللي هي تزود لك الارباح، فممتاز جدا. هتضغط على كلمه فتح، هيبدا طبعا يطلب مننا مشاهده فيديو، فانا هشاهد الفيديو وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. وبعد ما خلص الفيديو هنبدا اللي احنا نخرج، وهيبدا طبعا نضيف لي العملات ديت لرصيد الحساب. تمام ممتاز جدا. لاحظوا بقى معايا يا شباب وركزوا كويس جدا في الخانه دي بالذات. هنا بقى بقول لك ايه، احصل على 0.0010 سنت. وعشان تبدا اللي انت تضاعف الارباح ديت هتبدا اللي انت تشاهد فيديو. المهم انا هضغط هنا عشان اشاهد الفيديو. طبعا لازم تشاهد فيديو عشان تضاعف المبلغ ده. فممتاز جدا، انا هشاهد الفيديو بسرعه وارجع لكم. وزي ما حضراتكم شايفين الفيديو خلص كالعاده، فهنبدا اللي احنا نخرج، ومباشره هيبدا يضاعف لي المبلغ اللي كان هيديه لي. زي ما انتم شايفين ضاعف لي هنا المبلغ، بقى هيديني 0.003، يعني ضاعفه لي تقريبا مرتين. فهنا برضو بيطلب منك مشاهده فيديو تاني عشان تضاعف المبلغ ده. فانا هفضل يا شباب اشاهد فيديوهات لحد ما اجيب مبلغ كويس عشان ابدا ان انا اعمل عمليه سحب مباشر قدام حضراتكم. فانا هقفل الفيديو بقى لحد ما اشاهد كام فيديو كده وارجع لكم. ورجعت لحضراتكم مرة تانية بعد ما شاهدت كام اعلان وخدت الربح بتاعهم. وزي ما انتم شايفين بيطلب مني ان العب تاني، ولكن انا هخرج هاجي كده عند قسم الكاش اوت. طبعا انا جمعت المبلغ ده، مبلغ بسيط جدا، ولكن يعني تخيل انك بتشاهد كام اعلان وبيبدا اللي هو يديك ارباح. فحاليا انا ممكن اسحب ارباحي، لان الحد الادنى للسحب فيه اللعبه ديت شباب 0.01 سنت فقط، زي ما انت شايف كده، عن طريق منصه بناناس او عن طريق البيبال. فممكن نسحب عن طريق البيبال 0.01 سنت او 7 سنت او 20 سنت او 70 سنت معاك هنا لحد 50 دولار. فانا كده هبدا اجرب اسحب قدامكم 1 سنت. طبعا هنا لازم تحدد الدوله امريكا، بعد كده تختار المبلغ اللي انت تسحبه، وبعدين تضغط على كلمه انسحب. اما هنا بقى تكتب اسمك، لازم تكتب اسمك الموجود على البيبال، وهنا تكتب رقم تليفونك، وهنا تكتب الايميل بتاع البيبال. طبعا انا هحمل البيانات دي بسرعه وارجع لكم. وزي ما حضراتكم شايفين انا كتبت اسمي وبدات ان انا اكتب رقم تليفوني، بعد كده كتبت الايميل. طبعا بالنسبه لرقم التليفون موجود جميع الدول، تضغط هنا وتختار رمز الدوله بتاعك، وبعد كده تكتب رقم تليفونك بشكل عادي. فالمهم انا هضغط على كلمه تاكيد كده لحظات، وزي ما انتم شايفين هنا بقول لي تم سحب المكافاه، فهنضغط على كلمه نعم. وزي ما حضراتكم شايفين هنا بقول لي قيد المعالجه، وهتصلك في غضون من 3 ل7 ايام عمل، ولكن هي بتوصل حالا. فدلوقتي انا هبدا اروح على الجيميل كده واشوف هل في رسائل جات لي ولا لا. وزي ما حضراتكم شايفين انا اول ما فتحت البيبال لقيت الرساله، يعني لو تاخدوا بالكم الوقت ما عداش دقيقه. اول ما ضغطت على سحب في التطبيق السحب بدا يوصلني حالا.
طيب خلينا نفتح الرسالة. زي ما حضراتكم شايفين ده اسم التطبيق طبعا، وهنا المبلغ 0.1 سنت. طبعا انا كان ممكن اشتغل اكتر من كده على التطبيق واجمع مبلغ اكتر من كده، ولكن بصراحة انا مش بحب اشاهد اعلانات كتير، فاللعبة دي يا شباب للناس اللي بتحب تشاهد اعلانات كتير. فالمهم زي ما انتم شايفين السحب وصلني بدون اي مشاكل اهوت وفوري، فبصراحة حاجة ممتازة جدا. خلينا نرجع للعبة مرة تانية عشان بس اشرح لكم بعض الحاجات البسيطة وبعد كده ننهي الفيديو. طبعا لو جينا هنا شباب على كلمة تاريخ هنلاقي طبعا السحبات بتاعتنا هنا، ده السحب اللي احنا سحبناه، وبقول لي ناجح يعني السحب وصلك بدون اي مشاكل، وبالفعل السحب وصلني. طبعا لو جاي نسحب مره تانية من التطبيق هتلاقيه شال ميزه الواحد سنت، هتلاقي هنا الحد الادنى 0.7 سنت زي ما حضراتكم شايفين، لان الواحد سنت ديت ممكن تسحبها مره واحده، اما السبعة سنت ديت ممكن تسحبها على طول. فبصراحه شباب الموضوع سهل وبسيط جدا، يعني انت ممكن تسحب من التطبيق ده نص دولار كل يوم لو انت طبعا هتشاهد اعلانات كتير. فالمهم خلينا نشوف باقي طرق الربح. عندك هنا طبعا عجله الحظ، لو انت حابب تشتغل على عجلة الحظ هنضغط عليها بالشكل ده، وبعدين تضغط على كلمة سبين، وعلى طول هيبدأ اللي هو يدور لك العجلة وهيبدأ يديك دولارات. أكيد لاحظوا معايا هيبدأ يديني زي ما انتم شايفين دولارات، فكل اللي عليك انك هتضغط هنا وتشاهد فيديو وهيبدأ طبعا يضيف لك الدولارات. طبعا انت ليك تقريبا 5 لفات في اليوم، وبعد كده بتضطر انك تشاهد فيديو عشان تبدا اللي انت تلف العجله تاني. فده كان تطبيق النهارده، تطبيق سهل وبسيط. طبعا التطبيق ما فيهوش دعوات الاصدقاء ولا الكلام ده كله، انت طبعا بتبدا اللي انت تخش تشاهد فيديوهات، وعلى قد ما بتشاهد فيديوهات بتبدا اللي انت تسحب ارباح. فلحد كده يكون ده فيديو النهارده باذن الله. لينك تحميل اللعبه موجود في وصف الفيديو، جربوا اللعبه وقولوا لي ايه رايكم فيها في التعليقات، وبالتوفيق للجميع، واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.